بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النهاردة نكمل الميلودسبلاستيك سندروم ونشوف كلاسيفيكيشن اوف ميلودسبلاستيك سندروم. طبعا انا اعني بالكلاسيفيكيشن ال WHO كلاسيفيكيشن اللي هي الريفيجن بتاعة سنة 2016. قبل ما نبدأ بس في ال WHO هناخد فكرة عن كلاسيفيكيشن قديم كان اسمه الفاب كلاسيفيكيشن، انتهى تماما واتغيرت خالص المواصفات بتاعة الكلاسيفيكيشن بعده، لكن ناخد عنه فكرة فقط علشان اللي هيقرأ في اي مكان يعني يبقى مستوعب الكلام اللي بيقراه وعارف انه كلام قديم خلاص ما بقاش حد بيمشي بيه دلوقتي خالص. دي تجميعة للفاب كلاسيفيكيشن بتاعة الام دي اس. كان الكلاسيفيكيشن كان على اساس النمبر اوف بلاست في البريفرال بلاد، النمبر اوف بلاست في البوم مارو، النمبر اوف سيدرو بلاست في البوم مارو. ما ننساش ان الفاب كلاسيفيكيشن كان بيعتبر الكاتوف اوف بلاست كاونت او بلاست بيرسنت للاكيوت لوكيميا كان بيعتبرها 30%، فهناخد ده في الاعتبار طبعا ان هما بيتكلموا على اساس هنجيب سيره في الام دي اس، هنجيب سيره بلاستات من 20 لـ29%، هنجيب سيره بلاستات اكتر من 30% في الام دي اس. طبعا ده كلام قديم جدا لكن ناخد عنه فكره. اول كلاس عندي الريفراكتوري انيميا. الريفراكتوري انيميا دي كانت عباره عن ماكروسيتيك انيميا، معهاش اي معاها ديسبليزيا، معهاش اي انكريس في النمبر اوف بلاست ولا في الرينج في الرينج سيترو بلاست، فكانت مفيش بلاست في البون في البريفرال بلاد اقل من 1%، بلاست في البون مارو اقل من 5%، والرينج سيترو بلاست كانت اقل من 15%. الكلاس اللي بعدها الريفراكتوري انيميا وزرينج سيدرو بلاست دي كانت عباره عن مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا ودايمورفيك بيكتشر كعاده السيدرو بلاستيك انيميا ومعاها ديسبليزيا، كانت البلاست 15% اكتر من او يساوي 15% في البوم مارو ومفيش انكريس في البلاست، بلاست في بريفرال بلاد اقل من 1%، في البوم مارو اقل من 5%. الكلاس اللي بعدها اللي هي ريفراكتوري انيميا اكسس بلاست دي طبعا كان فيها ديسبليزيا، لكن هنا البلاست هتكون زياده ريسبكتيف طبعا للرينج سيترو بلاست ايا كان عدد الرينج سيترو بلاست، لكن البلاست كانت زياده لكن ما تزيدش عن 5% في البريفرال بلاد او ما توصلش ل 5% في البريفرال بلاد وما توصلش ل 20% في البوم مارو، فكانت من 5 لـ19% في البوم مارو. الكلاس اللي بعدها اعتبروها انها MDS refractory anemia with excess blast in transformation، لان اعتبروا ان البلاستات لما توصل ل 20% ومن 20 لـ30% ده اعتبروه phase of acceleration او transformation، فهنا هتكون برضو irrespective للرينج سيدرو بلاست كان البلاست كاونت في البريفرال بلاد اقل من 5% لكن في البوم مارو من 20 لـ29%، وكان ممكن يكون في اور روت. الكلاس اللي بعدها الكرونيك مايلومونوسيتيك لوكيميا اللي هي اتشالت برضو دلوقتي في الكلاسيفيكيشن الجديد او من 2008 حتى اتشالت في من ال WHO من ال MDS وبقى اسمها MDS-MPN، لان الكرونيك مايلومونوسيتيك لوكيميا دي كان فيها ليكوسايتوزيس ابسولوت مونوسايتوزيس، واحنا قلنا الام دي اس هنحط فيه الحاجه اللي هتكون فيها ديسبليزيا وزاويه هايبربليزيا، فوجود الليكوسايتوزيس وجود المونوسايتوزيس خلاني اشيل الكرونيك مايلومونوسيتيك لوكيميا من الام دي اس وادخلها في كلاس اخرى اسمها MDS-MPN، كان زي ما قلنا فيها ليكوسايتوزيس وابسولوت مونوسيتيك كاونت اكتر من 1000 في الكيوبيك مليمتر، كان فيها بلاستات وقالوا هنا البلاستات في البوم مارو ممكن تعدي او تعدي ال 30%. وطبعا كان فيها بقى البيكتشر بتاعه المونوسيتيك انفلتريشن، هيباتوسبينوميجالي جام هايبرتروفي سكن انفلتريشن سيرم ويوريناري لايزوزايم عاليين. دي كانت الفاب كلاسيفيكيشن، فاضل كلاس واحده هنتكلم عنها في الفاب. وكان تبع برضو الفاب كلاسيفيكيشن في كلاس كده يسموها MDS with myelofibrosis
أو refractory anemia with excess blast with myelo fibrosis fibrosis اللي هي برضو كان فيها dysplasia وكان برضو البلاستات بالنسبة لهم أكتر من 20% في peripheral blood أو bone marrow ما كانوا يعتبروا برضو ده MDS. كان طبعا فيها ميجاكاريوسيتك ديسبليزيا في طبعا فايبروزيس في البوم مارو كان العيان بيبقى بريزنتد بانسايتوبينيا بس ما كانش فيه سبلينوميجالي كان ترتبط طبعا الموضوع ببعض الجينيتك ابنورماليتي ولان الفايبروزيس كان صعب معاني اخد اسبريت فكانوا يعملوا الفينوتايبنج على البايوبسي بالمينوهيستو كيمستري علشان يحددوا عدد البلاست في البومر ده الفاب كلاسيفيكيشن اللي هو خلاص انتهى يعني العالم ونبدأ نتكلم بعد كده عن ال WHO كلاسيفيكيشن والتحديث بتاعها بالذات اللي هو 2016 الفيرجن بتاع 2016 قسموا ال WHO قسمت ال MDS على حسب ايه قسمته على حسب ال number of cytopenia يعني في cytopenia في كام lineage النمبر اوف ديسبليزيا في كام في ديسبليزيا في كام لينج وجود الرينج سيدروبلاست عدد البلاست في البريفيرال بلاد والبوم مارو زائد واحد سيتوجينيتك ابنورمالتي واحده بس دخلت في الكلاسيفيكيشن بتاعتي وعملت انتيتي لوحدها لو هي ايزوليتد اللي هي الايزوليتد 5 كيو ماينس فعلى هذا الأساس قسمنا على حسب الـ number of dysplasia لـ myelodysplastic syndrome with single lineage dysplasia هو التقسيمة دي يعني أخذ في الاعتبار الترتيب ده أخذ في الاعتبار الـ prognosis يعني من الـ prognosis الأحسن للـ prognosis الأسوأ فقسمناها لـ myelodysplastic syndrome single lineage dysplasia myelodysplastic syndrome مع رينج سيدروبلاست اللي هي هنقسمها بعد كده برضو لسنجل لينج ديسبليزيا ومالتي لينج ديسبليزيا myelodysplastic syndrome with multi lineage dysplasia myelodysplastic syndrome excess blast اللي هنقسمها excess blast 1 excess blast 2 myelodysplastic syndrome with isolated 5q minus اللي هنسميه 5q minus syndrome و myelodysplastic syndrome unclassifiable اللي هو حيلم يعني حالات كتيرة مش قادرة أحطها في أي entity من دول وبعد كده خدنا myelodysplastic syndrome في children وحطناهم ليهم criteria لوحدهم childhood myelodysplastic syndrome و refractory cytopenia of childhood دي تجميع للكريتيريا بتاعت ال WHO classification of MDS هنجمعها مع بعضها وبعدين نرجع تاني نتكلم عن كل واحدة بالتفصيل احنا اتكلمنا عن اننا هنقسم على اساس ايه هنقسم على السيتوبينيا في كام لينج الديسبليزيا في كام لينج الرينج سيدروبلاست قد ايه البلاست قد ايه في بريفرال بلاد وفي البون وفي البون مار هناخد كمان بس في الاعتبار ان احنا في جينيتك ابنورماليتي احنا اتفقنا انها هتاخد كلاس لوحدها اللي هي الايزوليتد 5q ماينس وهناخد كمان في الاعتبار ان في جينيتك ابنورماليتي هي مش هتاخد كلاس لوحدها لكن هتاثر على الكلاسيفيكيشن بتاعي ازاي هتاثر على الرقم بتاع الرينج سيدروبلاست اللي هيدخلني في الكلاس بتاعت الرينج سيدروبلاست ازاي انا عارفه ان انا عشان ادخل في الكلاس بتاعت الرينج سيدروبلاست محتاجه يبقى عندي 15% رينج سيدروبلاست في البوم مارو فما فوق لكن في وجود الميوتيشن اللي هي في الجين SF3B1 جين لو الميوتيشن دي موجودة هيبقى هحتاج بس 5% فقط من الرينج سيدروبلاست علشان ادخل في الكاتيجوري بتاعت الرينج سيدروبلاست نبدأ نمسك كلاس كلاس ونتكلم عليها اول كلاس كانت عندي myelodysplastic syndrome single lineage dysplasia myelodysplastic syndrome single lineage dysplasia دي كان فيها سيتوبينيا قد ايه كان في 1 سيتوبينيا او باي سيتوبينيا
كان الديسبليزيا في ايه من اسمها سنجل لينج ديسبليزيا. طيب انا جبت سيره الرينج سيدروبلاست في الاسم، لا ما فيش، يبقى الرينج سيدروبلاست نورمال اقل من 15% واقل من 5% في وجود الاس اف 3 بي 1 ميوتيشن. طيب انا جبت سيره البلاست في الاسم، لا ما جبتش سيره البلاست، يبقى البلاست نورمال اقل من 5% في البوم مارو واقل من 1% في البريفرال بلاد وما عنديش اور رود. تمام كده. طيب هل مرتبطه بسيتوجينيتك ابنورماليتي معينه؟ اي جينيتك ابنورماليتي ممكن تكون موجوده فيما عدا ال5 كيو ماينس، فيما عدا ال5 كيو ماينس دي الايه الام دي اس سنجل لينج ديسبليزيا من اسمها بنقول الكرايتيريا. تعالوا نشوف الكلاس اللي بعدها الام دي اس مالتي لينج ديسبليزيا. ام دي اس مالتي لينج ديسبليزيا يبقى عندي نمبر السيتوبينيا هتبقى في ايه، في 1 سيتوبينيا باي سيتوبينيا بان سيتوبينيا. طيب الديسبليزيا هتبقى في مالتي لينج يعني 2 فما فوق، في 2 لينج او 3 لينج. مش لازم تكون الديسبليزيا في نفس اللينج اللي فيه السيتوبينيا، احنا متفقين على كده ان ممكن تكون السيتوبينيا في لينج والديسبليزيا في لينج اخر. طيب احنا جبنا سيره الرينج سيدروبلاست في الاسم ما جبتهاش، يبقى الرينج سيدروبلاست نورمال اقل من 15% واقل من 5% في وجود الاس اف 3 بي 1 ميوتيشن. طب انا جبت سيره البلاست ما جبتش، يبقى البلاست نورمال اقل من 1% في البريفرال بلاد واقل من 5% في البون مارو وما عنديش اور رود. طيب في اي جينيتك ابنورمالتي ممكن تكون موجوده؟ اي جينيتك ابنورمالتي فيما عدا ال5 كيو ماينس. ندخل بعد كده على الام دي اس اللي بيبقى معاها الرينج سيدروبلاست، ام دي اس مع رينج سيدروبلاست هنقسمها ل ام دي اس رينج سيدروبلاست سنجل لينج ديسبليزيا و ام دي اس رينج سيدروبلاست مالتي لينج ديسبليزيا، لان طبعا هتفرق زي ما اتفقنا عدد الديسبليزيا وعدد السيتوبينيا هيفرقوا معايا في البروجنوزيس. طيب الام دي اس رينج سيدروبلاست سنجل لينج ديسبليزيا السيتوبينيا هتبقى 1 سيتوبينيا او باي سيتوبينيا. طب الديسبليزيا سنجل لينج ديسبليزيا يعني ديسبليزيا في 1 مايلويد لينج. طيب انا جبت سيره الرينج سيدروبلاست، جبت سيره الرينج سيدروبلاست، يبقى الرينج سيدروبلاست هتبقى 15% فما فوق في من الاريثروبلاست او 5% فما فوق في وجود الاس اف 3 بي 1 ميوتيشن. طيب انا جبت سيره البلاست ما جبتش، يبقى البلاست في البريفرال بلاد اقل من 1% في البوم مارو اقل من 5% وما عنديش اور رود، واي جينيتك ابنورمالتي مقبوله غير ال5 كيو ماينس. طيب اللي بعدها الام دي اس رينج سيدروبلاست مالتي لينج ديسبليزيا. نمشي مع الاسم، السيتوبينيا هنا هتكون 1 سيتوبينيا باي سيتوبينيا او بان سيتوبينيا. طيب النمبر اوف ديسبليزيا احنا قلنا ايه، مالتي لينج ديسبليزيا، يبقى هيكون النمبر اوف ديسبليزيا او النمبر اوف لينج اللي فيها ديسبليزيا 2 فما فوق، عشان يبقى مالتي يبقى 2 فما فوق 2 او 3. طب انا جبت سيره الرينج سيدروبلاست، جبت سيره الرينج سيدروبلاست، يبقى الرينج سيدروبلاست 15% فما فوق في من الاريثروبلاست او 5% فما فوق في وجود الاس اف 3 بي 1 ميوتيشن. طيب احنا جبنا سيره البلاستات ما جبتش سيره البلاستات، يبقى البلاستات نورمال اقل من 1% في البريفرال بلاد اقل من 5% في البوم مارو وما فيش اور رود، واي جينيتك ابنورمالتي مقبوله فيما عدا ال5 كيو ماينس. ندخل على الكاتيجوري اللي بعدها الام دي اس ويز ايزوليتد 5 كيو ماينس، او اللي هو اللي احنا بنقول عليه ال5 كيو ماينس سيندروم. هنا السيتوبينيا هتكون في 1 اور 2 لينج، في 1 سيتوبينيا او باي سيتوبينيا. طيب الديسبليزيا انا ما حددتش، فممكن يكون في لاين في 2 في 3، انا ما حددتش في الاسم انا في عندي كام لينج فيه ديسبليزيا، فممكن الديسبليزيا تكون من 1 ل 3 يبقى 1 اور مور مايلويد لينج. طيب احنا جبنا سيره السيدروبلاست في الموضوع ما جبناش، بس خليكوا معايا ان انا كل كلاس
في الـ MDS اللي احنا بنقوله ده بالترتيب بتجب ما قبلها، يبقى الـ MDS هيتشخص بالـ 5Q- لو الـ 5Q- موجود، even لو في سيدروبلاست او ما فيش سيدروبلاست مش هتفرق معي خالص. المهم فعلا ما يكونش عندي بلاستات، لان البلاست جاية بعدها، فالـ MDS 5Q- مش هتجب اللي بعدها، لكن هتجب اللي ايه؟ اللي قبلها. يبقى وجود السيدروبلاست مش هيفرق معي خالص في اني اقول ان العين ده 5Q- ولا لا، لكن لازم البلاستات هتكون اقل من 1% في البريفرال بلاد، اقل من 5% في البوم مارو، وما عنديش اورد. طب في سيتوجينيتك ابنورمال؟ طبعا في ديليشن في اللونج ارم اوف كروموسوم 5 ممكن تكون موجوده، وممكن يكون معاها اي جينيتك ابنورمالتي ما عدا ان يكون في منظومي 7 او 7Q-. طبعا في 2008 ما كانش مسموح باذر جينيتك ابنورمالتي، يعني كان لازم يكون ال 5Q- ايزوليتد. في 2016 الكلام ده كان في 2008، في 2016 سمحوا بوجود اذر جينيتك ابنورمالتي، بس ما تدخلش في المنظومي 7 ولا ال 7Q-. ندخل على الكاتيجوري اللي بعدها اللي هي مين؟ MDS excess blast، ونشوف الكرايتيريا بتاعت MDS excess blast هتبقى ايه. هنقسم MDS excess blast لجزئين، في MDS excess blast 1 و MDS excess blast 2. MDS excess blast 1 هيكون في اي عدد من السيتوبينيا، لينج او 2 او 3، اي عدد من الديسبليزيا لينج او 2 او 3. السيدروبلاست مش هتفرق معايا خالص، احنا قلنا وجود البلاستات هتجب ما قبلها، يبقى السيدروبلاست موجوده اقل من 15%، اقل من 5%، اكتر من 15، اكتر من 5% مش هتفرق معايا خالص. اي عدد من السيدروبلاست هيدخل معايا في الكاتيجوري ده، بشرط ان يكون عندي اكسس بلاست. اكسس بلاست ازاي بقى؟ ان يكون عندي البلاست من 2-4% في البريفرال بلاد، من 5-9% او من 5-9% في البون مارو، بشرط مفيش اورد. يبقى تاني، اي نمبر من السيتوبينيا يدخل معايا، اي نمبر من الديسبليسيا يدخل معايا، اي نمبر من السيدروبلاست يدخل معايا. الشرط الوحيد عندي ان البلاستات تكون زياده، بس مش زياده قوي، علشان لو زياده قوي هتدخل بي اكسس بلاس 2. فالبلاستات زيادة في البريفرال بلاد فتبقى من 2 بس أقل من 5، يبقى 2-4%. البلاستات زيادة في البوم مارو يعني هتكون من 5 بس أقل من 10، تبقى من 5-9%، وغير مسموح بوجود الأورود. طيب نيجي نشوف الـ MDS excess blast 2، أي نمبر من السيتوبينيا يدخل معي، أي نمبر من الديسبليزيا يدخل معي، أي نمبر من رينج سيدروبلاست يدخل معايا. طيب بالنسبه للبلاست، لا البلاستات هتزيد قوي، يبقى خلاص داخله اي يعني يبقى اخري خالص الكات اوف اوف اكيوت لوكيميا، يبقى هتزيد. احنا وصلنا في اكسس بلاست لكام في البريفرال بلاد؟ 4%، يبقى هتزيد من 5 وتوصل للكات اوف بتاع الاكيوت لوكيميا، يعني ل 19%، من 5-19% في البريفرال بلاد. طب احنا كنا وصلنا لكام في البوم مارو؟ كنا وصلنا ل 9% في الاكسس بلس 1، يبقى من 10 هعتبرها اكسس بلس 2 الى الكات اوف اوف اكيوت لوكيميا، يبقى 19%. يبقى وجود 5-19% بلس في البريفرال بلاد، او 10-19% بلس في البوم مارو، او وجود الاور روت في البلاستات، يدخل لي الكلاس في الـ MDS excess plus 2. يتفضل لي كده الـ MDS unclassifiable، معلش هنتكلم عليه ده لوحده شوية، ويتفضل لي بعد كده الـ childhood MDS، ودي برضو هنتكلم عليها لوحدها. نبدأ نتكلم على أول كلاس اللي هي Myelodysplastic syndrome with single lineage dysplasia. ايه تعريف Myelodysplastic syndrome single lineage dysplasia؟ ده كاتيجوري طبعا من Myelodysplastic syndrome. في سيتوبينيا
1 سيتوبينيا او باي سيتوبينيا. غالبا بتبقى الباي السيتوبينيا دي انيميا او باي سيتوبينيا، ممكن تكون نيتروبينيا في بعض الحالات، ممكن تكون ثرومبوسيتوبينيا في بعض الحالات. ومن التعريف اقول ان انا عندي ديسبليزيا 1 مايلويد لينج. يعني ايه ديسبليزيا 1 مايلويد لينج؟ يعني اتليست 10% من السيلز بتاعت اللينج دي فيها ديسبليزيا. يبقى ده كاتيجوري من المايلوديسبلاستيك سيندروم، في سيتوبينيا او 1 سيتوبينيا او باي سيتوبينيا، 10% على الاقل ديسبلاستيك سيل 1 مايلويد لينج. كان اسمها ايه في الريفيجن بتاعت 2008 من الـ WHO classification؟ كان اسمها refractory cytopenia with unilineage dysplasia، وكانوا بيقسموها refractory anemia unilineage dysplasia، refractory neutropenia unilineage dysplasia، وrefractory thrombocytopenia unilineage dysplasia. بتشكل حوالي 27% من حالات الـ MDS، تقريبا بتيجي في ايج من 65 ل 70 سنه. مفيش سكس بريدوميننس لسكس عن الاخر، هي ايكوال في الميل والفيميل، اكتر في الجابانيز بوبيليشن وفي الجيرمانز. هل في جينيتك ابنورمالتي مرتبطه بالكاتيجوري دي؟ احنا قلنا ممكن اي جينيتك ابنورمالتي تكون موجوده فيما عدا ال 5Q ماينس، لكن وجدوا بعض الجينيتك ابنورمالتي مرتبطه بالكاتيجوري دي عن غيرها، زي الديليشن 20Q اللي لقوه دايما بيبقى معاه سايتوبينيا، الترايزومي 8، ابنورمالتي في كروموزوم 5 و7، TET2 and AXL ASXL1 ميوتيشن، ميوتيشن في الابيجينيتك زي دي ان اي ميثايليشن جينز، او في السبلايسنج فاكتورز، او في الراس باثوي، او الكوهزين كومبلكس جين، او الرانكس 1، دول موجودين لكن اقل من وجودهم في الام دي اس مالتي لينج ديسبليزيا او الام دي اس اكسس بلاست. وجدوا بعض الحالات من الاس اف 3 بي 1 ميوتيشن، بس لقوها رير، يعني مش فريكوانت في النوع ده. نراجع تاني الدبليو اتش او كرايتيريا بتاعت الكاتيجوري دي تاني، هي اسمها ايه؟ مايلوديسبلاستيك سيندروم سنجل لينج ديسبليزيا. فانا عندي سايتوبينيا، السايتوبينيا دي ممكن تكون يوني سايتوبينيا او باي سايتوبينيا، ولو اكتر حاجه بتتكرر معاها الانيميا، لكن طبعا في حالات نيوتروبينيا وحالات ثرومبوسايتوبينيا. احنا قلنا سنجل لينج ديسبليزيا، يبقى ديسبليزيا في 1 مايلويد لينج، يعني في ات ليست 10% من السيلز بتاعت 1 مايلويد لينج. ما جبناش سيره الرينج سيدروبلاست في العنوان، يبقى الرينج سيدروبلاست اقل من 15% في البون مارو، اقل من 5% في وجود الاس اف 3 بي 1 ميوتيشن. ما جبتش سيره البلاست، يبقى البلاست اقل من 1% في البريفرال بلود، اقل من 5% في البون مارو، مفيش اور رود. دايما هنشترط في الام دي اس ان الابسوليوت مونوسيتك كاونت هيبقى اقل من 1000 بير كيوبيك ملي متر. اي جينيتك ابنورمالتي مقبوله معايا فيما عدا ال 5Q ماينس. طيب لقوا ان في بعض حالات سنجل لينج ديسبليزيا بس معاها بان سايتوبينيا. احنا متفقين ان احنا عندي الرقم بتاع سيتوبينيا كام، يا يوني سيتوبينيا يا باي سيتوبينيا، عشان اقول انها ام دي اس سنجل لينج ديسبليزيا. فدي كده ما اقدرش احطها، حالات البان سيتوبينيا مع سنجل لينج ديسبليزيا ما اقدرش احطها في الكاتيجوري دي. فحنروح لمنها في الكاتيجوري الاخير اللي هنلمي فيه البواقي كلها، اللي هو هيبقى اسمه ايه؟ مايلوديسبلاستيك سيندروم ان كلاسيفايبل. طيب فرضا ان انا عندي عيان في بيرسيستنت سيتوبينيا وفي ديسبليزيا، خلاص بيرسيستنت سايتوبينيا انا اسفه، ومفيش الديسبليزيا، ده هقدر اشخصه مايلوديسبلاستيك سيندروم؟ لا، مش هقدر اشخصه مايلوديسبلاستيك سيندروم، لان انا قلت ان عندي في الكرايتيريا ديسبليزيا اوف 1 مايلويد لينج، لازم يكون في ديسبليزيا في 1 مايلويد لينج، واللينج ولازم تكون الديسبليزيا دي في 10% على الاقل من الخلايا بتاعت اللينج. يعني حتى لو الديسبليزيا في اقل من 10% من الخلايا مش هعتبرها سيجنيفيكانت
ديسبليسيا، يبقى مش هقدر برضو اشخصه اصلا مايلو ديسبلاسيك سيندروم. هسميه ايه؟ هسميه ايديوباثيك سايتوبينيا اوف انديترمايند سيجنيفيكانس. ايديوباثيك سايتوبينيا اوف انديترمايند سيجنيفيكانس. طيب البروجنوزس بتاع الحالات دي، البروجنوزس بتاع الحالات دي طبعا من الحاجات البروجنوز بتاعها حلو جدا. الميديان اوفر اول الاوفر اول سيرفايفل بتاع العينين ده 66 شهر، وما ننساش ان هو اصلا بيجي في عيانين فوق ال 65 او 70 سنه. طيب ممكن تقلب باكيوت لوكيميا، ممكن تقلب باكيوت لوكيميا في حوالي 5 سنين في 10% فقط من الحالات. طبعا كل العيانين دول بيبقى لو ريسك جروب، لو او انترميديت ريسك جروب من الجروبز اللي احنا قلناها، فيري لو او لو من يعني لو او انترميديت في الاي بي اس اس بروجنوستيك سيستم، او فيري لو او لو في الدبليو اتش او كلاسيفيكيشن بيست بروجنوستيك سيستم اللي احنا قلناهم في المحاضره اللي فاتت. لكن 85% منهم جود وفيري جود سايتوجينيتك بروفايل، لو احنا بنتكلم على البروجنوستيك سيستم اللي بيستخدم ايه السايتوجينيتك ابنورماليتي. لقوا ان معظم الحالات اللي بتيجي بثرومبوسايتوبينيا بيبقوا لو ريسك على الاي بي اس اس، وبي سيرفايف اكتر من سنتين. ده البروجنوزز بتاعت الكلاس دي، تعتبر من البروجنوزز من حالات البروجنوزز كويسه جدا، اللي هي لو ريسك او فيري لو ريسك جروب او بكتير انترميديت، والسيتوجينيتك جود او فيري جود سيتوجينيتك ابنورمالتي. نبدأ في الكاتيجوري اللي بعدها، المايلو ديسبلاستيك سيندروم with رينج سيدروبلاست. احنا ماشيين في الترتيب على حسب البروجنوزز، على حسب ترتيب البروجنوز. فندخل في الكاتيجوري اللي بعدها، المايلو ديسبلاستيك سيندروم رينج سيدروبلاست. ايه هي المايلو ديسبلاستيك سيندروم رينج سيدروبلاست؟ ده كاتيجوري طبعا من الام دي اس. طيب ايه الكاركتر بتاعه؟ سايتوبينيا طبعا، مورفولوجيكال ديسبليزيا، والكاركتر اللي انا هقوله الجديد ان هيبقى فيه رينج سيدروبلاست. واتفقنا ان رينج سيدروبلاست الكاتوف بتاعها عشان تدخل معايا في الكاتيجوري دي 15% في البون مارو، او 5% في وجود الاس اف 3 بي 1 ميوتيشن. قسموا المايلو ديسبلاستيك سيندروم رينج سيدروبلاست ل 2 كلاسز، ام دي اس رينج سيدروبلاست سنجل لينج ديسبليزيا، ام دي اس رينج سيدروبلاست مالتي لينج ديسبليزيا، على حسب اللاينز اللي فيها، عدد اللاينز اللي فيها ديسبليزيا. لقوا الكلاس دي بتيجي في ايدج تقريبا من 60 ل 73 سنه، ولقوهم برضو ايكوال ما بين الميل والفيميل. طيب ايه الاتيولوجي بتاع حدوث المايلو ديسبلاستيك سيندروم رينج سيدروبلاست؟ قالوا في ميوتيشن والله بتحصل في الجينز اللي بترتب او بتريجوليت الميتوكوندريال والايرن ميتابوليزم، فيحصل مشكله ان الايرن يترسب فين؟ في الميتوكوندريا. الميتوكوندريا دي اللي احنا اتفقنا لما شرحنا السيدروبلاستيك انيميا، طبعا شرحنا الكلام ده بالتفصيل، واتفقنا ان الميتوكوندريا في الاريثروبلاست بتبقى مترصصه حوالين الايه؟ حوالين النيوكليس. فترسيب الايرن في الميتوكوندريا حوالين النيوكليس بياخد شكل رينج حوالين النيوكليس، ويديها الاسم اللي هو الرينج سيدروبلاست. طبعا ترسيب الايرن في الميتوكوندريا بيبوظ الميتوكوندريا اكتر، وندخل في فيشيس سيركل من ميتوكوندريال ديسفانكشن، وندخل في الان افكتيف اريثروبويسيس والسيدروبلاستيك انيميا. طيب ايه الميتيشن اللي ممكن تحصل دي؟ والله ممكن تحصل في الجين اللي هو الاس اف اي 3 بي 1 جين، اللي هو مسؤول عن او بيكون كومبوننت من السبلايسوزوم، فبيأثر على الار ان ايه سبلايسنج. ممكن الاقي اديشنال ميوتيشن في تي اي تي 2 او الجي ان ام تي 3 اي جينز، بس يعني لما الاقي اكتر من ميوتيشن كده تبقى اكتر في الام دي اس رينج سيدروبلاست مالتي لينج ديسبليزي،
اكتر من وجودها في السنجل لينج ديسبليسيا. لقوا بعض الحالات اقل كتير، حالات اقل كتير بتبقى مرتبطه برضو بعيب في الار ان اي سبلايسنج زي ميوتيشن في الجينز اوف اس ار اس اف 2 اليو 2 اي اف 1 والزد ار اس ار 2 جينز. طيب لو العيان ده جالي هيشتكي من ايه كلينيكالي؟ طبعا احنا قلنا اكتر حاجه هيجي بيها انيميا الموست كومن، ممكن طبعا يجي بالسيمتوم ثرومبوسيتوبينيا او نيوتروبينيا، بس طبعا في حالات قليله جدا هيجي العيان يشتكي لي من سيمتومز اوف ايرن اوفرلود زي عاده اي سيدروبلاستيك انيميا، الكارديوميوباثي بقى، الهيباتيك سيروزز، الاندوكراين ديسفانكشن، الارثرالجيا، السيمتومز اوف ايرن اوفرلود. تعالوا نشوف الـ WHO كريتيريا، نمسك نوع نوع ونشوف الـ WHO كريتيريا. الـ MDS رينج سيدروبلاست سنجل لينج ديسبليزيا. طيب نيجي نقول تاني، انا عندي عدد السيتوبينيا يوني سيتوبينيا او باي سيتوبينيا، غالبا بتبقى السيتوبينيا انيميا، وقلنا بعض الحالات ممكن تكون نيتروبينيا او ثرومبوسيتوبينيا. احنا قلنا سنجل لينج ديسبليزيا في العنوان، يبقى انا عندي ديسبليزيا اوف 1 مايلويد لينج، غالبا بيبقى الإريثرويد لينج، بتبقى 10% من الإريثرويد لينج. طيب جبنا سيرة البلاستات، ما جبتش سيرة البلاستات، يبقى البلاستات هتبقى أقل من 1% في البريفرال بلاد، أقل من 5% في البوم مارو، ما فيش أول رود. جبت سيرة الرينج سيتروبلاست، طبعا يبقى هتبقى الرينج سيتروبلاست 15% فما فوق في البوم مارو، أو 5% فما فوق في وجود الـ SF3B1 ميوتيشن. قلنا هنثبت إن الـ Absolute Monocytic Count هيبقى أقل من 1000 بير كيوبيك مليمتر، وقلنا الـ Genetic Abnormality مسموح بأي Genetic Abnormality فيما عدا الـ 5Q-. لقوا الـ Chromosomal Abnormalities بتحصل في 25% من الحالات بتاعة الكلاس دي. طيب بالنسبة للكاتيجوري التانية أو النوع التاني من الـ MDS Ring Sideroblast اللي هي الـ MDS Ring Sideroblast Multi Lineage Dysplasia، هنمشي برضو مع العنوان. أنا عندي طبعا أكيد سيتوبينيا، اليوني سيتوبينيا أو باي سيتوبينيا، أو ممكن يكون عندي بان سيتوبينيا. قلنا برضو الأنيميا هتكون هي الموست كومن، ممكن نيتروبينيا وممكن ثرومبوسيتوبينيا. طيب أنا عندي Multi Lineage Dysplasia، يبقى الديسبليزيا في 10% أو أكتر من 2 or more myeloid lineage. طيب الرينج سيدروبلاست جبت سيرتها في العنوان، جبت سيرتها في العنوان، يبقى هتبقى 15% فما فوق في البوم مارو، 5% فما فوق لو مع وجود الـ SF3B1 ميوتيشن. طيب البلاست جبت سيرتها في العنوان، ما جبتش تبقى نورمال، يبقى اقل من 1% في البريفرال بلاد، اقل من 5% في البوم مارو، وما عنديش اور رود. طيب بالنسبه للمونوسيتك كاونت، قلنا هيكون الابسوليوت مونوسيتك كاونت هيبقى اقل من 1000 بير كيوبيك مليمتر، ومسموح باي جينيتك ابنورمالتي ما عدا ال 5Q-. لقوا ان في سايتوجينيتك ابنورمالتي في حوالي 50% من الحالات ديت، ولقوا من ضمن السايتوجينيتك ابنورمالتي المنظمي 7. طيب بالنسبه للبروجنوزس بتوع العيانين دول، هيختلف طبعا البروجنوزس من السنجل لينج ديسبليزيا للمالتي لينج ديسبليزيا. لقوا السنجل لينج ديسبليزيا في العيانين دول بيبقوا لو او فيري لو على الاي بي اس اس الريفايزد اي بي اس اس بروجنوستيك سيستم، لكن لقوا العيانين بتوع المالتي لينج ديسبليزيا هياخدوا سكور اكتر على البروجنوستيك سيستم ده. طيب هل ممكن تقلب الحالات دي باكيوت لوكيميا؟ 1% في 2% من الحالات ممكن تقلب باكيوت لوكيميا. الميديان سيرفايفل برضو 69 شهر ل 108 شهر، يعني ميديان سيرفايفل معقول، تعتبر برضو من حالات الجود بروجنوزز. السنجل لينج بالذات هي جود بروجنوزز او فيري جود بروجنوزز زي ما شفنا قبل كده. طيب هل في adverse prognostic factors؟ في حاجات معينة لو لقيتها بعرف ان البروجنوز هيبقى اوحش. لو ارتبطت ب risk karyotype زي ما شوفنا في تقسيمة الكاريوتايب او الكروموزوم الابنورمالتي زي ما قسمناها في كريسك جروبز في المحاضرة اللي فاتت،
لو وجود المالتي لينج ديسبليزيا بيديها طبعا هاي ريسك اكتر. حالات الثرومبوسايتوبينيا غالبا بيبقى البروجنوز بتاعها اوحش. لقوا ان مع وجود ال SF3B1 ميوتيشن البروجنوزز احسن. فالابسنس اوف ال SF3B1 ميوتيشن ده بيدي بروجنوزز اسوأ. ولقوا من برضو الباد بروجنوستيك وجود ميوتيشن في الرانكس 1 جين. نبدأ في الكاتيجوري اللي بعدها الميلو ديسبلاستيك سندروم مالتي لينج ديسبليزيا. تعالوا نعرفها، دي كاتيجوري طبعا من الميلو ديسبلاستيك سندروم فيها سايتوبينيا 1 or more. سايتوبينيا احنا قلنا ممكن 1 ممكن 2 ممكن 3، وفيها ديسبليزيا في 2 or more ميلويد لينج. وقلنا مش شرط طبعا السايتوبينيا تكون في نفس اللينج بتاع اللي فيه الديسبليزيا. طب دي كان اسمها ايه في الريفيجن بتاعت 2008 في الـ WHO؟ كان اسمها ريفراكتوري سايتوبينيا مالتي لينج ديسبليزيا، ريفراكتوري سايتوبينيا مالتي لينج ديسبليزيا. الميديان ايج بتاع العيانين دول بيجي برضو في ايج كبيره 67 ل 70 سنه، ولقوا ليها هاير انسيدنس في الميلز. هل في ايتيولوجي معين مرتبط بالكلاس ده؟ قالوا مفيش الايتيولوجي انون، بس ممكن يكون في ارتباط شويه بالاكسبوجر للتوكسيك انفايرمنتال فاكتورز او بالميوتيشن اللي ممكن تحصل في الهيماتوبيتك ستيم سيلز اللي بتحصل مع عمليه الايدجينج في العيانين في السن الكبير. يجي العيان بريزنتد طبعا بالسايتوبينيا، البيكتشر بتاعت السايتوبينيا انيميا الويكنس الفاتيج النيوتروبينيا ريكورنت انفيكشن ثرومبوسايتوبينيا البليدنج تندنسي. طيب تعالوا نشوف الكريتيريا بتاعت الكلاس ده. احنا قلنا السيتوبينيا ممكن تكون يوني سيتوبينيا، ممكن تكون بان سيتوبينيا، ممكن تكون باي سيتوبينيا، ممكن تكون بان سيتوبينيا. طيب الديسبليزيا 2 or more مايلويد لينج هيبقى اكتر على الاقل 10% من الخلايا بتاعتهم هتبقى ديسبلاستيك. طيب جبنا سيرة البلاست، ما جبناش سيرة البلاست، يبقى البلاست هتبقى أقل من 1% في البريفرال بلاد، أقل من 5% في البوم مارو، ما عنديش أور. جبت سيرة الرينج سيدرو بلاست، ما جبتش سيرة الرينج سيدرو بلاست، يبقى الرينج سيدرو بلاست تبقى أقل من 15% وأقل من 5% في وجود الـ SF3B1 ميوتيشن، ومتفقين إن الأبسوليوت مونوسيتيك كاونت هتبقى أقل من 1000 بير كيوبيك مليمتر. لو 16% من الحالات ممكن يكون فيهم significant fibrosis، ولو الفايبروز ده هيبقى كورليتد مع وجود الديسبليزيا في كذا لينج المالتي لينج ديسبليزيا. لقوا وجود الفايبروز بيبقى اسوشيتد مع سيفير ثرومبوسايتوبينيا، بقى لقوا بيبقى اسوشيتد مع ان يبقى فيه كروموزومال ابنورمالتي، ان يبقى فيه بلاست كاونت اكتر في البريفرال بلاد، ان السرفايفر بتاع العيان يبقى اقل. CD34 positive cells طبعا اقل من 5% في البون مارو، لكن طبعا احنا متفقين ان انا لما حاجي اعد البلاست انا بعتمد اكتر على بعتمد على المورفولوجي وليس على الفلو سيتوميتري، لان احنا متفقين ان عندي بلاست CD34 نيجاتيف وعندي خلايا ممكن يكون عليها CD34 اكسبريست، فمش هقدر اعتمد طبعا على اني اعد. تاني شيء طبعا الاسبريت بيتأثر ممكن يكون بالدايلوشن، خاصة عينة الفينوتايبنج، اني بسحب كمية معقولة عشان اعمل الفينوتايبنج، فممكن يتأثر بالدايلوشنال فاكتور، بعتمدش عليه عشان اعد البلاست. احنا متفقين ان احنا هنعد البلاستات من السمير او من تحت الميكروسكوب من المورفولوجي. بروجنوزيس بتاع الحالات دي فاريابل، لكن الفاكتورز اللي هتأثر عليا في البروجنوزيس طبعا نوع الكاريوتايب او السيتوجينيتك ابنورمالتي، الديجري اوف سيتوبينيا، الديجري اوف ديسبليزيا. السرفايفل بتاعهم بيبقى حوالي 36 شهر، بدأنا نقل في السرفايفل، بدأنا ندخل في بروجنوزيس اوحش شوية من الحالات اللي فاتت. ممكن تحصل الاكيوت لوكيميا تتحول
في حدود سنتين تقريبا يتحول حوالي 15% من الحالات تتحول لأكيوت لوكيميا، ولو خدنا مدة 5 سنين ممكن نلاقي 28% من الحالات اتحولت لأكيوت لوكيميا. نبدأ في الكاتيجوري اللي بعدها اللي هي المايلو ديسبلاستيك سندروم with excess blast. ايه تعريفها؟ دي كاتيجوري من المايلو ديسبلاستيك سندروم. اهم حاجة فيها طبعا سيتوبينيا، فيها ديسبليزيا، لكن اي عدد من السيتوبينيا، اي عدد من الديسبليزيا، اي عدد من رينج سيدروبلاست، الشرط هنا هيكون عندي ان البلاستات زادت عن الحد اللي كنت مشترطاه قبل كده ولم تصل الى 20%. فانا كنت مشترطه في البريفرال بلاد انها تبقى اقل من 1%، فهيبقى البلاستات هنا من 2 الى 19%. كنت مشترطه في البومر تبقى اقل من 5%، تبقى البلاستات هنا من 5 الى 19% في البومر. كان اسمها ايه الكاتيجوري دي قبل كده في 2008؟ كان اسمها ريفراكتوري انيميا with excess blast. ريفراكتوري انيميا with excess blast. قسمنا الكاتيجوري دي على حسب وجود على حسب عدد البلاستات وعلى حسب وجود الاور رود او عدم وجودها الى مايلو ديسبلاستيك سيندروم اكسس بلس 1 ومايلو ديسبلاستيك سيندروم اكسس بلس 2. بتيجي في ايج اكتر من 50 سنة. النون ايتيولوجي طبعا، بس لقوم في اسوشيشن برضو مع الانفيرمنتال توكسينز، مع السيجر سموكين، مع البستيسايدز، مع الناس اللي بتتعرض للبتروليوم دريفاتيفز، مع الناس اللي بتتعرض للهيفي ميتال. كل دول لقوم فيهم الريسك بتاعهم اكبر لان هم يحصل لهم المايلدس بلاستيك سندروم اكسس بلاست. يجي العيان طبعا يشتكي بالسيمتومز اوف سيتوبينيا، سواء الانيميا او ثرومبوسيتوبينيا او نيتروبينيا، في صوره الويكنس، في صوره البليدنج تندنسي، في صوره الريكارنت انفكشن. نيجي نشوف الدبليو اتش او كرايتيريا، نمسك واحده منهم. المايلو ديسبلاستيك سيندروم اكسس بلس 1، احنا قلنا السيتوبينيا مفيش رقم معين من السيتوبينيا، يعني يوني سيتوبينيا، باي سيتوبينيا، بان سيتوبينيا. ديسبليزيا قلنا في اي عدد من اللينج، يعني ممكن يكون 1 لينج، 2 لينج، 3 لينج. الرينج سيدروبلاست قلنا اي عدد من الرينج سيدروبلاست، سواء تحت ال 15 او فوق ال 15، تحت الخمسه مع وجود الاس اف 3 بي 1 ميوتيشن، فوق ال 15، فوق ال 5%، مش هيفرق معانا رقم الرينج سيدروبلاست، لكن الاساس معانا زياده البلاستات. زادت في البريفرال بلاد بس ما وصلتش ال 5%، بقت 2 ل 4%. زادت في البوم مار ما وصلتش ال 10%، بقت من 5 ل 9%. وشرطي ان ما عنديش الاور رود، وهنقول برضو ان الابسوليوت مونوسيتيك كاونت هيبقى اقل من 1000 بير كيوبيك مليمتر. طيب الكلاس الثانية اللي هي الاكسس بلس 2، برضو اي رقم من السيتوبينيا، يوني سيتوبينيا، باي سيتوبينيا، بان سيتوبينيا، اي رقم من اللينج في الديسبليزيا، 1 لينج، 2 لينج، 3 لينج، اي رقم برضو من السيدرو بلاست زي ما احنا متفقين، بس البلاست زادت، وزادت عن الكلاس اللي قبلها. فاحنا كنا قلنا في الكلاس اللي قبلها وصلنا لايه، وصلنا ل 4% في البريفرال بلاد، هنا هنبدا من 5 بس مش هندخل لحد ال 20%، هنقف عند ال 20% الكاتوف اوف اكيوت لوكيميا، فتبقى من 5 ل 19% في البريفرال بلاد، او 10 ل 19% في البون مارو، او وجود الاور رود في البلاستات يخليها تدخل في المايلو ديسبلاستيك سيندروم اكسس بلاست 2. طبعا البروجنوزز بتاع العينين احنا ماشيين طبعا في اتجاه ان البروجنوزز بيبقى اوحش. ممكن العينين دول طبعا بيدخلوا في بوم مارو فيلير عنيف، ممكن يحصلوا انهم يتحولوا للاكيوت لوكيميا، طبعا هم على شفا حفره من انهم يتحولوا لاكيوت لوكيميا في 25% من الكيسز بتاعت الاكسس بلس 1، 33% من الكيسز اوف اكسس بلس 2. الميديان سيرفايفل 16 شهر للاكسس بلس 1 و9 شهور للاكسس بلس 2. نخص بالذكر كده نوع مايلدسبلاستيك سيندروم اكسس بلاست اند اريثرويد بريدومينانس. يعني ايه؟ يعني هو حاجه هتنطبق عليها كل المواصفات بتاعه المايلدسبلاستيك سيندروم اكسس بلاست، بس هيبقى عندي اريثرويد بريدومينانس في صوره ايه؟ في صوره ان الاريثرويد او الاريثروبلاست هتشكل على الاقل 50% من الاول نيوكليتد سيلز. ولو حسبنا البلاستات من النون اريثرويد سيلز مش من الاول نيوكليتد سيل، هتبقى 20% فما فوق من النون اريثرويد سيلز.
طبعا لان البلاستات 20% فما فوق من النون اريثرويت سيلز كانت في 2008 ال WHO بتحط الكاتيجوري دي، كانت بتحطها في الاكيوت اريثرويد لوكيميا، لان البلاستات 20% فما فوق من النون اريثرويت سيلز كانت 2008 بتعد البلاستات من النون اريثرويت سيلز في الحالات دي. جم في 2016 قالوا لا احنا لازم هنعد البلاستات من الاول نيوكليتد سيلز، فاصبحت ال 20% من النون اريثرويت سيلز دي مش هتجيب 20% من الاول نيوكليتد سيلز. ما النون اريثرويت سيلز يعني انا بشيل الاريثرويت سيلز، واحنا قلنا على الاقل 50% اريثرويت سيلز، يعني 20% من ال 50% اللي فاضلين. فلو حسبت ال 20% دول من ال 100% بقى هيكونوا 10%، فما يجيبوش 20% من الاول نيوكليتد سيلز. فراحت جايه دبليو اتش او قالت لا خلاص، ما دام ما حصلتش 20% من الاول نيوكليتد سيلز يبقى هنحطها في المايلودسبلاستيك سيندروم. ولان البلاستات ريليتيفلي برضو كبيره، يعني اكتر من 5% في البون مارو، هنحطها في المايلودسبلاستيك سيندروم اكسس بلاست. يبقى تاني الحته دي نركز فيها شويه علشان اللي كان مذاكر الكلاسيفيكيشن بتاع 2008 هيتلخبط. 2008 كانت الـ WHO بتشخص الأكيوت إريثرويد لوكيميا إزاي؟ كانت بتشخصها بإن الإريثرويد سيلز 50% فما فوق من الأول نيوكليتد سيلز، والبلاست 20% فما فوق من النون إريثرويد سيلز. يعني بعد ما أشيل 50% دول أو ما فوق، الـ 50% الفاضلين بقى والـ 40% أو الـ 30% الفاضلين من الأول نيوكليتد سيلز، 20% على الاقل منهم لو طلعوا بلاستات اشخصها اكيوت لوكيميا. كانت ال 2008 تشخص بالطريقه دي. جت ال 2016 قالت لا، هنحسب البلاستات من الاول نيوكليتد سيلز ايا كان عدد الاريثرويد. فاصبح الحالات ديت اللي هي كانت بتجيب 20% من النون اريثرويد سيلز ما بتجيبش 20% طبعا من الاول نيوكليتد سيلز لما اضيف على التوتال اضيف عليه الاريثرويد. فاتنقلت من الأكيوت لوكيميا إلى المايلودسبلاستيك سيندروم. ولأن البلاستات زيادة برضو فححطها في المايلودسبلاستيك سيندروم إكسس بلاست. طبعا لقوا في كاريوتايبينج معين، يعني اللي هو اللي أصلا كان بيبقى كلاسيفايد الهاي ريسك سايتوجينيتك أبنورماليتي ليها بور بروجنوزيس. طبعا في الحالات ديت لقوا برضو بعض الميوتيشن ليها بور بروجنوستيك سيجنيفيكانس في العيانين دي، زي الميوتيشن في الـ TP53 جين، رانكس 1 جين، الاسكسل1 جين. بالنسبه للنيوكليوفوز من ميوتيشن لقوه انكومن في الجروب ده، لكن لو موجود هيكون له فيفربل بروجنوزس او جود بروجنوستيك ساين. طيب نخص برضو بالذكر برضو نوع اخر اللي هو برضو مايلودسبلاستيك سيندروم، في اكسس بلاست بس في فايبروسيس. اكسس بلاست يعني احنا قلنا من 2 ل 19 بلاست في البريفرال بلاد، او من 5 ل 19 بلاست في البوم مارو، وتنطبق عليه شروط المايلودسبلاستيك سيندروم. ويز فايبروسيس يبقى انا عندي سيجنيفيكانت فايبروسيس اللي هو جريد 2 او 3 ريتيكلين فايبروسيس. وزي ما احنا قلنا الفايبروسيس دايما مرتبط بالميجا، فالحالات ديت لقوا النمبر اوف ميجا كاريوسايت في البريفرال بلاد زياده، والديجري اوف ديسبليزيا او الديسميجا كاريوبويسيس في الميجا كاريوسايت عالي جدا، وخصوصا المايكرو ميجا والسمول ميجا كاريوسايتس. نبدا في الكاتيجوري اللي بعدها المايلو ديسبلاستيك سيندروم از ايزوليتد 5q-، نعرفه كده ده طبعا كاتيجوري من المايلو ديسبلاستيك سيندروم. عباره عن ايه؟ غالبا بتبقى السيتوبينيا فيه انيميا مع وجود ازر سيتوبينيا او عدم وجود ازر سيتوبينيا، لكن الكاتيجوري دي زي ما اتفقنا ان هي هتبقى كاركترايزد بي ثرومبوسيتوزيس مع وجود السيتوجينيتك ابنورمالتي ال 5q- او انترستيشيال ديليشن في اللونج ارم اوف كروموزوم 5. ياه لوحدها
تبقى isolated، يا اما مع اي cytogenetic abnormality غير الابنورمالتي في كروموزوم 7 اللي هم المونوزومي 7 او ال 7q-. لقوا طبعا الحالات دي تبقى اكتر في الفيميل، على عكس طبعا المايلويد نيوبلازم بتبقى اكتر في الفيميل، ولقوا الميديان ايج حوالي 67 سنه. العيان ده يجي بريزنتد بايه؟ بسيمتومز اوف انيميا، ده النص كومن سيمتوم اللي ممكن يجي فيه، وممكن ساعات بتبقى سيفير انيميا. تعالوا نشوف اللاب دايجنوزيس للعيان ده. العيان ده كسي بي سي غالبا بيجي بانيميا، زي ما اتفقنا سيفير انيميا غالبا بتبقى ماكرو سيتيك انيميا. ثرومبوسايتوزيس موجوده في حوالي تلت الحالات لنص الحالات موجود معاها ثرومبوسايتوزيس، لكن وجود ثرومبوسايتوبينيا انكومن طبعا في الحالات دي. طيب لقوا بعض الحالات فيها كل الكرايتيريا اوف ام دي اس ويز ايزوليتد 5q- بس معاها بان سايتوبينيا. طيب هنشخصها ازاي؟ هنشخصها مايلودسبلاستيك سندروم ان كلاسيفايبل، هنحطها في الكاتيجوري اللي هتلم البواقي اللي احنا هنقول ليه، لان هيختلف البروجنوزس بتاعها عن البروجنوز بتاع ال 5q-. 5q- من الحاجات اللي البروجنوز بتاعها كويس، لكن طبعا وجود البان سايتوبينيا ممكن يأثر على البروجنوزس. فقالوا لا، مش هنسمح بوجودها في ال 5q- سندروم، هننقلها لل MDS unclassifiable. طيب في البلوت فيلم الاقي لما فيش زياده في البلاستات في العيان ده، البلاست اقل من 1% في البريفيرال بلاد. بالنسبه للبون مارو في العيانين ده غالبا بيبقى هايبر سيلر او نورمو سيلر مع الاثرويد هايبوبليزيا. الميجا كاريوسايتس كتير، فيها ديس ميجا كاريوبوليسيس واضحه، سمول ان سايز، نون لوبيتد، هايبر لوبيتد. ديس اريثروبويسيس موجود بس اقل من الديس ميجا كاريوبوليسيس. ممكن يكون في ديس جرانيلوبويسيس لكن هو انكومن. بلاستات اقل من 5% في البون في البون مارو. وجود الرينج سيدروبلاست مش هيفرق معايا سواء كتير او اقل. طيب ايه الجينيتك ابنورمالتي؟ احنا قلنا عندي انترستيشيال ديليشن للونج ارم في كروموزوم 5 بديفرنت سايز، يعني ممكن قوي اي سايز يحصل له ديليشن. لكن الاكيد الاريا اللي هتكون موجوده معايا من Q31 الى Q33 ده اكيد هيكون ديليتد واتيفر اللينث بتاع الاريا اللي حصل لها ديليشن. طيب مسموح طبعا زي ما قلنا باديشنال سيتوجينيتك ابنورمالتي ما عدا المونوزوم 7 وال 7q-. لقوا طبعا حالات اللي هي الجاك 2 ميوتيشن، الام بي ال ميوتيشن، اللي هي الميوتيشن الموجوده في المايلو بروليفريتيف نيوبلازم، لقوها موجوده في بعض الحالات لكن مش هتأثر على البروجنوزيس. لقوا برضو بعض الحالات فيها الميوتيشن في الـ SF3B1 جين، لقوا في بعض الحالات الميوتيشن في الـ TP53 جين، ولقوا بيأثر على البروجنوزيس. يعني موجود الميوتيشن ده هيزيد الريسك of acute transformation، فبقى لازم مع حالات الـ 5q- أعمل sequencing للجين ده او immunohistochemistry علشان اشوف الاكسبريشن بتاعه، لان هيأثر معايا في البروجنوزيس سواء في الاكيوت ترانسفورميشن او الريسبونس تو تريتمنت او السيرفايفر بتاع العيانين. تعالوا نشوف الكرايتيريا اوف WHO. عندي انيميا او باي سايتوبينيا، قلنا مش مسموح بوجود البان سايتوبينيا. لو موجود البان سايتوبينيا هتتنقل للام دي اس ان كلاسيفايبل. في ديسبليزيا، في ديسبليزيا اوف وان اور مور مايلويد لينج. في رينج سوتو بلس مش هتفرق معايا، موجوده او مش موجوده مش هتفرق معايا. طب البلس لا، ما عنديش زياده في البلس، اقل من 1% في البريفيرال بلاد، اقل من 5% في البون مارو، ومفيش اور رود. ابسولوت مونوسيتيك كاونت اقل من 1000 بير كيوبيك ملي متر. والجينيتك ابنورمالتي زي ما اتفقنا ال 5q- مع اي جينيتك ابنورمالتي مسموح بيها اكسبت المونوزومي 7 وال 7q-. وزي ما قلنا في 2008 ما كانوش سامحين اصلا بوجود اي سايتوجينيتك ابنورمالتي غير
غير ال 5 كيو ماينس، يعني كان وجود ال 5 كيو ماينس معاه اي جينيتك ابنورمالتي بتنقله على طول من الكلاس ده. بس في 2016 سمحوا باي جينيتك ابنورمالتي، لكن ما سمحوش بدخول المونوزومي 7 وال 7 كيو ماينس لانه توتالي مختلف خالص في البروجنوزيس عن ال 5 كيو ماينس. طبعا من حالات السيرفايفل بتاعها حلو جدا جدا ال 5 كيو ماينس سندروم، ميديان سيرفايفل من 66 ل 145 شهر، ممكن يحصل اكيوت ترانسفورميشن في اقل من 10% من الحالات. زي ما اتفقنا وجود الميوتيشن في تي بي 53 جين هيأثر طبعا على البروجنوزيس، يزود الريسك اوف اكيوت ترانسفورميشن، يعمل بور ريسبونس للتريتمنت، يقلل السيرفايفل. كمان لقوا من الحاجات الباد بروجنوستيك وجود جرانيولوسيتيك ديسبليزيا اللي احنا قلنا ما هياش كومن قوي في العيانين دول، لكن وجود الجرانيولوسيتيك ديسبليزيا يأثر يدي وورس بروجنوزيز. وجود اديشنال سيتوجينيتيك ابنورمالتي زي ما اتفقنا من السيتوجينيتيك ابنورمالتيز المسموح بيها برضو هتعمل تديني وورس بروجنوزيز. نيجي نشوف الكلاس بعد كده المايلودسبلاستيك سيندروم ان كلاسيفايبل اللي هتلم بقيت المايلودسبلاستيك سيندروم اللي مش هقدر احطها في اي كاتيجوري من الكاتيجوريز اللي فاتت دي. تعالوا نعرفها، دي كاتيجوري طبعا من المايلودسبلاستيك سيندروم، حت انكلود الحالات اللي منطبق عليها صفة المايلودسبلاستيك سيندروم لكن مش قادرة احطها في اي كاتيجوري من الكاتيجوريز اللي عدت علينا. الحالات دي لازم اعملها كيرفول فولو اب لان مع الوقت ممكن يحصل لها ايفوليوشن، تدخل طبعا في وان تايب من التايبز اللي عدت علينا قبل كده. بعمل لها طبعا كيرفول هيماتولوجيكال فولو اب، كيرفول سيتوجينيتك ستاديز او فولو اب علشان اشوفها ممكن يحصل لها ايفوليوشن لاي نوع من انواع الام دي اس. مفيش اي حاجه سبيسيفيك مورفولوجيكالي للكلاسز دي، مفيش حاجه سبيسيفيك ليها. الام دي اس الطبيعي والتغيرات الطبيعيه اللي بتحصل في الام دي اس. تعالوا نرجع تاني للجدول اللي كان مجمع الكرايتيريا بتاعه الام دي اس ونشوف كده الكرايتيريا بتاعه الام دي اس ان كلاسيفايبل. الام دي اس ان كلاسيفايبل هيضم لي ثلاث انواع من الام دي اس اللي مش عارفه احطهم في الكلاسز اللي فاتت. اولا زي ما اتفقنا احنا جبنا سيره دايما البلاستات اقل من 1%، وبعدين قلنا الاكسس بلاست هيبدا من 2-4%، ففين البلاستات اللي هي 1% دي؟ مش هقدر احطها في اي كلاس. في اي 1% بلاست في البريفيرال بلاد هعتبره MDS unclassifiable، يبقى دي أول مجموعة. المجموعة الثانية السنجل لينج ديسبليزيا اللي معايا بان سيتوبينيا. احنا قلنا السنجل لينج ديسبليزيا MDS سنجل لينج ديسبليزيا هيكون معايا وان سيتوبينيا او بان سيتوبينيا، سواء اللي هي الام دي اس سنجل لينج ديسبليزيا او الام دي اس رينج سيدروبلاست سنجل لينج ديسبليزيا. اتفقنا ان عدد السيتوبينيا يا وان سيتوبينيا يا باي سيتوبينيا. طيب حالات البان سيتوبينيا اللي معاها ديسبليزيا في وان لينج احطها فين؟ فهنحطها في الام دي اس ان كلاسيفايبل. تالت مجموعة لو نفتكر واحنا بنقول في سيتوجينيتك ابنورمالتيز اللي ممكن تحصل في الام دي اس، قلنا في سيتوجينيتك ابنورمالتيز تشخص ام دي اس من غير ما بدون وجود الديسبليزيا، بدون وجود السيجنيفيكانت ديسبليزيا. طيب الحالات دي احطها فين؟ ما هو انا عندي لازم والله سنجل لينج ديسبليزيا، مالتي لينج ديسبليزيا، ديسبليزيا فون اور مور مايلويد لينج، طب احطها فين؟ فروحنا حاطينها برضو في الام دي اس ان كلاسيفاي. تعالوا نمسك جروب جروب ونتكلم عنه شويه. تعالوا نشوف اول مجموعه المايل ديسبلاستيك سندروم ان كلاسيفايبل وذ 1% بلاست في البريفيرال بلاد. المجموعة دي هتضم لي اي مايلودسبلاستيك سيندروم من كل الفئات طبعا فيما عدا الاكسس بلاست اللي انا اشترطت فيها ان البلاستات تبقى اكتر من 2%. كل المجموعات فيما عدا الاكسس بلاست
مع وجود البلاستات 1% في البريفرال بلاد، لان انا كنت كل المجموعات دي اشترطت فيها ان البلاستات في البريفرال بلاد تبقى اقل من 1%، فوجود 1% بلاست في البريفرال بلاد بيخليها تخرج من كل المجموعات دي واحطها في كاتيجوري مايلد سبلاستيك سندروم ان كلاسيفايبل، بس بشرط اني اكون عديت البلاستات دي 1% في البريفرال بلاد في تو سيبريت اوكيجن، مرتين انا عديت البريفرال بلاد وكل مره بلاقي فيها 1% بلاست في البريفرال بلاد. الحالات دي بتبقى ممكن يكون فيها وان سايتوبينيا او باي سايتوبينيا ديسبليزيا اوف وان اور مور مايلويد لينج، ممكن طبعا يكون في رينج سيدروبلاست او ما فيش، لان انا عندي حالات رينج سيدروبلاست وعندي حالات سنجل لينج او مالتي لينج ديسبليزيا. البلاست اتفقنا انه 1% في البريفرال بلاد في تو سيبريت اوكيجن، بس بشرط انه اقل من 5% في البون مارو وما فيش اور رود، لانه وجود طبعا بلاستات 5% في البون مارو او وجود الاور رود هيخلوه يدخل في المايلو ديسبلاستيك سندروم اكسس بلاست. اي سيتوجينيتك طبعا ابنورمالتي مسموحه ايفن ال 5 كيو ماينس، لان ممكن جدا حاله من حالات ال 5 كيو ماينس تتضم في الجروب ده. نيجي للمجموعه الثانيه اللي فيها سنجل لينج ديسبليزيا معاها بانسايتوبينيا، سواء كانت سنجل لينج ديسبليزيا فقط او سنجل لينج ديسبليزيا معاها رينج سيدروبلاست، وبناخد كمان معانا ممكن حالات ال5 كيو ماينس، احنا قلنا برضو ال5 كيو ماينس مسموح فيه بوان سايتوبينيا او باي سايتوبينيا. في الحالات اللي هتبقى فيها بان سايتوبينيا مع سنجل لينج ديسبليزيا او مع ال5 كيو ماينس هحطها في الجروب ده، يبقى شرط ان انا عندي بان سايتوبينيا وعندي ديسبليزيا اوف وان اور مور مايلويد لينج. رينج سيدروبلاست عددها مش هيفرق معايا، لان احنا زي ما قلنا في حالات ممكن تكون بدون رينج سيدروبلاست وممكن تكون بالرينج سيدروبلاست. البلاستات مش زياده اقل من 1% في البريفرال بلاد، اقل من 5% في البون مار، ومفيش اور رود، ومسموح باي سايتوجينيتيك ابنورمالتي. ناخد الفئة اللي بعدها الميلو ديسبلاستيك سندروم ان كلاسيفايبل، اللي هو اتشخص بالديفايننج سايتوجينيتيك ابنورمالتي اللي فيه اي عدد من السيتوبينيا لكن مفيش ديسبليزيا، وفي سايتوجينيتيك ابنورمالتي الديفايننج سايتوجينيتيك ابنورمالتي اللي جبنا سيرتها قبل كده قلنا دي تشخص لوحدها فقط تشخص ام دي اس. الرينج سيدروبلاست اقل من 15%، لان وجود رينج سيدروبلاست اكتر من 15% او 15% فما فوق يعني ريثرويد ديسبليزيا، فانا ما عنديش ديسبليزيا، احنا قلنا نو سيجنيفيكانت ديسبليزيا، فالرينج سيدروبلاست لازم هتكون اقل من 15%. البلاست طبعا مش زياده اقل من 1% في البريفرال بلاد، اقل من 5% في البون مارو، ومفيش اور رود، وزي ما اتفقنا لازم تكون معاها سايتوجينيتيك ابنورمالتي اللي بتشخص الام دي اس. البروجنوزس طبعا هيختلف من كلاس الى كلاس، لكن وجود الحاجات المواصفات اللي احنا قلناها دي هتسوق البروجنوزس ازاي. يعني حاله سنجل لينج ديسبليزيا البروجنوزس بتاعها كويس، لو لقيت معاها 1% بلاد بلاست في البريفرال بلاد ده هيخلي البروجنوز بتاعها اسوأ، هيخليه تقريبا زي المالتي لينج ديسبليزيا. طيب حاله سنجل لينج ديسبليزيا لقيت معاها بان سايتوبينيا هيخلي البروجنوز بتاعها اسوأ من البروجنوز بتاع سنجل لينج ديسبليزيا، هيوصل لدرجه البروجنوز بتاع المالتي لينج ديسبليزيا. الحالات اللي هي بتاعه ال1 1% بلس في البريفرال بلاد ميديان سيرفايفل بتاعها تقريبا بتاع حوالي 35 شهر، في حوالي 5 سنين ممكن 14% من الحاله تقلب باكيوت لوكيميا. طيب تعالوا نشوف البان سايتوبينيا مع السنجل لينج ديسبليسيا، الميديان سيرفايفل بتاعها تقريبا حوالي 30 شهر، وفي حدود 5 سنين ممكن 18% من الحالات تقلب بأكيوت مايلويد لوكيميا. طيب البروجنوز اوف ام دي اس ان كلاسيفايبل ديفايند بالسايتوجينيتيك ابنورمالتي ما انون لسه، يعني ما تعملوش لسه الاحصائيات المناسبه، فلسه مش عارفين البروجنوزز بتاعته، مش نقدر نقول ارقام معينه في البروجنوزز بتاعه.
نبدأ في الكلاس اللي بعدها Childhood Myelodysplastic Syndrome. إيه Childhood Myelodysplastic Syndrome؟ ده كاتيجوري من Myelodysplastic Syndrome، هنجمع فيه حالات Myelodysplastic Syndrome اللي هيحصل في الأطفال. الحالات من المايلدوسبلاستيك سندروم اللي هتحصل في الأطفال دي، الحالات اللي هيكون فيها بلاس كانت من 2-19% في البريفرال بلاد، أو 5-19% في البوم مارو، وكل الكريتيريا بتاعت الام دي اس اكسس بلاس موجودة فيها، نفس البروجنوزيس بتاع الام دي اس ويز اكسس بلاس 1 او الام دي اس ويز اكسس بلاس 2 على حسب عدد البلاستات وعلى حسب وجود الاورد، يعني لقوا نفس البروجنوزيس بتاع الحاله دي في التشيلدرن زي الادلت. طبعا المايلودسبلاستيك سندروم رير جدا في التشيلدرن، بيمثل اقل من 5% من الهيماتوبيتك نيوبلازم اللي ممكن تحصل تحت 14 سنه. طبعا وجود الرينج سيدروبلاست او الايزوليتد 5q- رير 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 جدا جدا في الاطفال. في اتيولوجي معروف، طبعا في حالات برايمري ممكن تكون ليها جينيتك بريديسبوزيشن، لكن بعض الحالات لقوها ممكن تكون بسبب تعرض لسيتوتوكسيك ثيرابي، لانهيرتد بون مارو فيلير، لسيفير اكوايرد ابلاستيك انيميا. نشوف اللاب دايجنوزيس في الحالات دي، الاقي في الاطفال الام دي اس يبقى بريزنتد اكتر بنيتروبينيا وثرومبوسايتوبينيا، غير طبعا حالات الادلت اللي قلنا ان الموست كومن بريزنتيشن بتاعه الانيمي. البون مارو برضو الاقيه هايبوسيلر في معظم الحالات، بعكس برضو الحالات الادلت اللي كان فيها البون مارو هايبرسيلر في حوالي 90% من الحالات. بالنسبه لي الجينيتك ابنورمالتيز ممكن ترتبط بالجيرم لاين ميوتيشن زي الجاتا 2 ميوتيشن في 7% من البرايمري كيسز، ودي هنناقشها مع المايلويد نيوبلازم ويز جيرم لاين ميوتيشن. ممكن تكون مرتبطه بسوماتيك ميوتيشن، ممكن تكون في الراس باثواي، ممكن تكون في الترانسكريبشن الترانسكريبشنال فاكتورز، ممكن في الابيجينيتك موديفايرز. نشوف الكلاس الثانيه اللي هي ريفراكتوري سايتوبينيا اوف تشايلدهود، نعرفها دي بروفيشنال انتيتي في المايلودسبلاستيك سندروم. عباره عن ايه؟ عباره عن بيرسيستنت سايتوبينيا وديسبليزيا مع وجود بلاستات اقل من 5% في البوم مارو واقل من 2% في البريفرال بلاد. يبقى العيان ده اطفال، دي اطفال جايه بيرسيستنت سايتوبينيا بديسبليزيا ببلاستات اقل من 2% في البريفرال بلاد، اقل من 5% في البوم مارو. ده اكتر نوع من الام دي اس بيجي في الاطفال، حوالي 50% من حالات الام دي اس اللي ممكن تيجي في الاطفال، ممكن ياثر على اي ايدج في الاطفال، مفيش حاجه سكس بريدومينانس عن الميل عن الفيميل، الاثنين الميل والفيميل افكتد ايكوال. هل في اتيولوجي معين؟ لا، يا ما فيش اتيولوجي معروف مرتبط بالحالات ديت، لكن لقوا في اسوشيشن مع الجيرم مع جيرم لاين ميوتيشن، فبالتالي هيتناقش طبعا في المايلويد نيوبلازم ويز جيرم لاين ميوتيشن. بيجي الطفل بريزنتد بايه؟ 20% من الحالات بتبقى اسيمتوماتيك، بعض الحالات بتبقى فيها congenital anomalies في different organs في different system، ممكن ألاقيها في بعض الحالات. ممكن العيان يجي بsymptoms of bone marrow failure أو symptoms of cytopenia زي symptom of anemia اللي هو الملاز، symptom of neutropenia الفيفر والinfection، symptom of thrombocytopenia bleeding tendency. ممكن يحصل بعد الانفكشن سيكندري ليمفادينوباثي، ممكن يحصل بعد الانفكشن سيكندري ليمفادينوباثي، ده سيكندري انفكشن هيبقى رياكتيف للانفكشن، مش طبيعي او مش كتير من بعض في الحالات ان يبقى فيه اورجانوميجالي او هيباتوسبلينوميجالي. تعالوا نشوف اللاب دايجنوزيس.
75% من الحالات تقريبا بتبقى بريزنتد بثرومبوسيتوبينيا، 50% من الحالات بتبقى بريزنتد بانيميا، غالبا الانيميا بتبقى ماكروسيتيك، 25% من الحالات بتبقى بريزنتد بسيفير نيوتروبينيا. بالنسبه للبلاد فيلم الاقي بالنسبه للار بي سيز الاقي انايزوبيكيلوسيتوزيس، الاقي ماكروسيتوزيس، انايزوكروميا، بوليكروميزيا، الاقي بليتليت انايزوسيتوزيس، الاقي ممكن الاقي جاينت بليتليت، النيوتروفيل ممكن الاقي فيها السودو بيلجر هيو انومالي، الاقيها هايبوجرانولار، الاقيها اجرانولار، لكن البلاست احنا متفقين انها هتبقى اقل من 2% في البريفيرال بلاد. طيب بالنسبه للبوم مارو زي ما اتفقنا الاطفال 80% من الحالات تقريبا تبقى هايبوسيلولر. طيب ممكن بعض الحالات طبعا تبقى نورموسيلولر او هايبرسيلولر. في بعض الحالات دي في الحالات ديت الاقي الاريثروبويسيس فيها كتير، والاقي في الاريثرويد بريكرسرز كتير في البوم مارو مينلي البرو اريثروبلاست. الديسبليزيا بتحصل في غالبا في 2 مايلويد لينج، ممكن يكون الاريثروبويسيس باتشي، يعني الاريثرويد بريكرسر كده تعمل ايلاند من حوالي 20 سيل فما فوق مع اريا ما بينهم ما فيهاش الاريثروبويسيس. فعشان كده بيقولوا يعني الاحسن انه يتشخص بتو بايوبسيس، يا اما تو بايوبسيس في ديفرنت تايم على الاقل ما بينهم اسبوعين، يا اما تو بايوبسي من ديفرنت لوكيشن علشان اقدر اعبر عن الاريثروبويسيس بصوره صحيحه، لانه هياخد يعني لو بياخد الشكل الايه الباتشي. طبعا بقى الساين اوف ديس اريثروبويسيس قلناها خلاص، لكن فيما عدا طبعا رينج سيدروبلاست اللي هي زي ما اتفقنا ما بتحصلش في الاطفال. ممكن الجرانيولوبويسيس ممكن يكون ديكريز سلايد او مودريت ديكريز في الجرانيولوسيتيك سيلز، ممكن يكون لوزلي سكاترد. نفس طبعا برضو الديس جرانيولوبويسيس اللي احنا عارفينه، الاكوير بيلجر هيو، الهايبوجرانيولاريتي، الاجرانيولاريتي، جوينت باد، في اسينكرونسي ما بين النيوكليار والسيتوبلازميك ماتوريشن. الميجا كاريوسايتس غالبا ما بلاقيهاش، غالبا تبقى قليله قوي. ديس ميجا كاريوبيوسيس نفس الساينز اوف الميجا كاريوبيوسيس اللي قلناها قبل كده، البلاست اقل من 5% في البوم مارو، وما بيبقاش فيه فايبروزيس، ما فيش ريتيكولين في ما فيش انكريز في الريتيكولين في البوم مارو. بالنسبه للايمينوفينوتايبنج نفس الاستخدام بتاع الايمينوفينوتايبنج برضو في الادلت، اني اصبغ بالايمينوهيستوكيمستري علشان اشوف الميجا، اصبغ بالايمينوهيستوكيمستري علشان اشوف البلاستات. بس هنا هنزود حاجه، ان الاطفال طبعا فيهم ما يسمى بالهيماتوجونز، فلازم اعمل لهم اكسكلوجن وانا بحدد عدد البلاست، لان الهيماتوجونز سي دي 34 بوزيتيف، لكن الهيماتوجون سي دي 79A بوزيتيف، فحسسني الخلايا اللي هي السي دي 34 بوزيتيف سي دي 79A بوزيتيف من حالات السي دي 34 بوزيتيف، لان عشان اعبر تعبير صحيح عن البلاستات من غير ما ياخد معايا الهيماتوجونز. ممكن طبعا الاقي طبعا المايلويد كومبارتمنت قليل جدا جدا بالفينوتايبنج، لكن ما بيبقاش قليل قد حالات الابلاستيك انيميا، بيبقى احسن شويه من حالات الابلاستيك انيميا. ايه الجينيتك ابنورمالتيز اللي موجوده؟ زي ما قلنا في طبعا ممكن يكون في جيرم لاين ميوتيشن في الجاتا 2 في حوالي 5% من الحالات، ممكن يكون في مونوزومي 7 ترايزومي 8. اكتر حاجه طبعا في الاطفال اللي هي المونوزومي 7 تبقى اكتر في الاطفال. النورموسيلر او الهايبر سيلر بوم مارو بيبقى غالبا معاه نورمال كاريو تايبنج في 61% من الحالات، مونوزومي 7 في 19% من الحالات، او بيبقى اذر ابنورمالتي في 12% من الحالات. الهايبوسيلر بوم مارو بيبقى اسوشيتد مع المونوزومي 7،
وأذر أبنورمالتي في 20% من الحالات. تعالوا نشوف الـ WHO كريتيريا. نمسك برامتر. بالنسبة للبون مارو أسبريت، بالنسبة للإريثروبويسيس اللي هي الديس إريثروبويسيس أو الميجالوبلاستيد تشينجز، الجرانيلوبويسيس اللي هي برضو الديسبلاستيك تشينجز أو الديس جرانيلوبويسيس، بشرط إن البلاستات أقل من 5%. الميجا كاريسايت برضو ألاقي الديس ميجا كاريوبويسيس، وخاصة طبعا المايكرو ميجا والأزر تشينجز. نمسك البايوبسي هلاقي الإريثروبويسيس، ألاقي في شكل بياخد كلاسترز في شكل 20 خلية على الأقل من الإريثرويد بيتجمعوا مع بعض، وبيقفل الماتوريشن بتاع معظمهم عند البرو إريثروبلاست. فلاقي الرقم بتاع العدد بتاع البرو إريثروبلاست كتير، ألاقي النمبر أوف ميتوزيس كتير. مفيش حاجة دياجنوستيك أو في الجرانيلوبويسيس في البون مارو بايوبسي. نفس الكلام في الميجا، ألاقي برضو المايكرو ميجا، وبشوفها طبعا برضو بالإمينو هيستو كيمستري، بصبغ بالأنتي سي دي 61 والأنتي سي دي 41 والأذر ديسبلاستيك تشينجز ألاقيها. في البريفرال بلاد ألاقي الديسبلاستيك تشينجز في النيوتروفيلز اللي احنا عرفناها. تدخل طبعا الريفراكتوري سايتوبينيا اوف تشايلد هود مع عدد من الديفرنشال دايجنوزز، منها حاجات نون هيماتولوجيكال ومنها حاجات هيماتولوجيكال. انا عايزه اسباب تكون ممكن تعمل سايتوبينيا مع ديسبليزيا، زي حالات الانفكشن، خاصه الفايرال انفكشن او الفيسرال ليشمانيزيس، زي حالات الفيتامين ديفيشنسي، فيتامين بي 12 او فوليت او فيتامين اي، ميتابوليك ديس اوردرز في بعض الاطفال اللي ممكن تعمل سايتوبينيا والديسبليزيا، روماتولوجيكال ديزيز، سيستميك لوبس، اوتو اميون لينفو بروليفريتيف ديس اوردر، الميتوكوندريال دي ان اي ديليشن اللي هو البيرسون سيندروم، كنا جبنا سيرته قبل كده مع السيدروبلاستيك انيميا. طبعا من الحاجات اللي هتدخل فيها طبعا الهيماتولوجيكال ديزيز، تدخل معايا برضو في الديفرنشال دايجنوزيس الابلاستيك انيميا، الاكوايرد ابلاستيك انيميا. هنوصف الاكوايرد ابلاستيك انيميا، هنقول ان بيبقى معاها زياده في الفاتي تيشو في البون مارو، المايلويد سيلز بتبقى سبارس وسكاترد، ما بلاقيش السيجنيفيكانت اريثرويد ايلاند، ما لاقيش انكريس في الايماتور اريثروبلاست زي ما قلنا قبل كده. البرو اريثروبلاست بتبقى اكتر في الريفراكتوري سايتوبينيا اوف تشايلدهود، ما عنديش جرانيولوسيتيك ولا ميجا كاريوسيتيك ديسبليزيا، ما عنديش المايكرو ميجا بالذات، ما عنديش المايكرو ميجا كاريوسايت، ما فيش الميجالوبلاستويد تشينجز. كل دي حاجات تفرق لي الاكوايرد ابلاستيك انيميا من الريفراكتوري سايتوبينيا اوف تشايلدهود. طبعا في الاخر طبعا بلجأ للمورفولوجي، للبايوبسي، للفلو سايتومتري، كل ده هيساعدني في الديفرنشيشن ما بين الاثنين. واتيفر هي كده او كده، بعد الاميونو يعني العيانين دول لو خدوا اميونو سبريسيف ثيرابي، المورفولوجي كده كده هيبقى فيه ديسبليزيا نتيجه الاميونو سبريشن او الاميونو سبريسنت، فمش مش هيقيد معايا المورفولوجي في الديفرنشيشن. من الاسباب برضو اللي ممكن تدخل معايا في الريفراكتوري سايتوبينيا اوف تشايلد هود، الانهيرتد بون مارو فيلير زي الفانكونيس انيميا، ديسكراتوزيس كونجينتال، شوخمان دايموند سيندروم، الاميجا كاريوسيتيك ثرومبوسايتوبينيا، هي الحاجات بتاعت الانهيرتد بون مارو فيلير. طبعا الحاجات دي بيبقى فيها ميديكال هيستوري، فاميلي هيستوري، بيبقى فيها سوماتيك ابنورمالتيز. طبعا الحاجات كل الامراض دي ليها لابوراتوري دياجنوزز وموليكولار دياجنوز. الباروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا برضو من الحاجات اللي ممكن تدخل معايا، اولذو
ان الباروكسيزم النكتورنال هيموجلوبينوريا حتى لو جت في التشيلدرن ما بتبقاش مانيفيستد, ما بتبقاش بريزنتد بانيميا او ثرومبوزيس او هيموليسيس او الكلام ده كله, مع وجود ممكن بس وجود الكلون, يعني البيج اي ميوتيشن, الكلون البيج اي ميوتيشن ممكن توجد في الاطفال, لكن نادر ما بتبقى بريزنتد بالهيموليسيس والثرومبوزيس. التريتمنت بتاع العيانين دول بيبقى الهيماتوليتيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن, او بعضهم بيستجيب للإميونو سبريسيف ثيرابي. بالنسبه للبروجنوزز يدخل معايا الكاريوتايب, ده اهم, هيكون اهم بروجنوستيك فاكتور معايا بالذات حالات المونوزومي 7 بيبقى لها باد بروجنوزز, بتبقى فرصتها انها تقلب اكيوت لوكيميا اكتر كتير, although ان بعض حالات المونوزومي 7 وال7 كيو ماينس ممكن تختفي سبونتينيس في الاطفال او في الانفانس. من الحاجات اللي لها جود بروجنوزز ترايسومي 8 والنورمال كاريوتايب, ده يدي بروجنوزز كويس في يعني بيبقى مرتبط ببروجنوزز كويس في العيان, ده بيبقى مرتبط بستيبل كورس في العيانين دول. كده خلصنا الـ MDS أو المايلوديسبلاستيك سيندروم, خدنا الكلاسيفيكيشن بتاعه وخدنا الكريتيريا بتاعت كل كلاس. محتاج بس يعني يتذاكر تركيز شوية في المذاكرة, وزي ما قلنا الاسم الكلاس بتقول معايا الكريتيريا بتاعتي عشان ما تلخبطش, ودايما نحط في دماغنا ان كل كلاس هتمسح اللي قبلها, يعني مثلا وجود البلاست مش هتفرق معاها وجود الرينج سيدروبلاست او عدم وجودها, لان هي في ترتيبها بعد الرينج سيدروبلاست. فدايما وجود يعني الكلاس هتمسح وجود الحاجه المميزه للكلاس ده, هتخلي المميزات بتاعه الكلاس اللي قبلها مش فارقه, وجود هل الرينج سيدروبلاست موجودة أو مش موجودة كتير قليلة مش تفرق مدام البلاست موجودة, وهكذا. يعني لو ركزنا بالطريقة دي إن شاء الله مش يعني مش هنتلخبط في الكلاسز بتاعت MDS, وبتوفيق ربنا معاكم ونتقابل على خير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.